بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بسند المتصل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى قال في كتابه الموطأ كتاب الصلاة: باب ما جاء في أم القرآن. باب ما جاء في أم القرآن، أي في ذكر فضلها وأنها يقرأ بها في الصلاة. وروى رحمه الله تعالى عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال: إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، في بعض النسخ ما أنزل في التوراة. قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. فهذا الحديث فيه ذكر فضل هذه السورة، ألا وهي سورة الفاتحة. والحديث جاء في بعض الطرق مفسرا ومطولا وموضحا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأبي بن كعب في المسجد يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أي أبي. قال: فالتفت إليه فلم أجبه، ثم إن أبيا خفف الصلاة ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ لما ناديتك ما الذي منعك أن تجيبني؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلست تجد فيما أوحي إلي؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فقال: بلى، ولا أعود أبدا إن شاء الله، ولا أعود أبدا إن شاء الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أي أبي، أتحب أن أعلمك سورة؟ إلى آخر الحديث. سورة لا ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، إلى آخر الحديث. فهذا فيه فضل هذه السورة. وهذا الحديث قد رواه مالك هنا مرسلاً، وكذلك جاء في جميع من طريق جميع رواة الموطأ، لكن هناك من وصله وجاء من طرق أخرى سيأتي الإشارة إليها. نعم، فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي، وهذا فيه مناداة المصلي، ولكن
هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. لكن يختلف أهل العلم في هذا الموضع ويقولون هل الحكم يسري إلى من يجب عليك طاعته أو من له عليك حقوق كالوالدين؟ فهنا هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، كان يلزم الصحابة إذا ناداهم أن يستجيبوا وإن كانوا في صلاة. لكن يقع الخلاف أيضا، هل الصلاة هنا صلاة فريضة ولا نافلة؟ لو كانت فريضة لكانوا يصلون جماعة، فقالوا إذا صلاة الفريضة صلاة النافلة. فهنا حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه، لأن صلاة النافلة تطوع، والاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم واجب فرض. لكن قيل يحتمل أن يكون أبي قد لحق الصلاة متأخرا أو يقضي صلاة فاتته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بإجابته، والحديث فيه ما يدل على الإطلاق أو على العموم. فسواء كان في صلاة فريضة أو في صلاة نافلة، إذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يستجيب. فهذا ورد فيه الخلاف، هل يلحق من له عليك حق بأن تستجيب إذا ناداك ولو كنت في الصلاة؟ ويفرق هنا ضرورة بين الفرض والنفل، فالفرض حق الله مقدم، النفل أنت في تطوع، ومن له عليك حق يلزم أن تستجيب له، فهل تقدمه أو تخفف الصلاة وتلحق لاستجابة ندائه كالوالدين مثلا؟ وتعرفون قصة جريج العابد، الحديث الذي في الصحيح الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة جريج العابد. كان في من كان قبلكم رجل عابد يقال له جريج، وكان منعزل عن الناس يتعبد في صومعته، فبينا هو يصلي يوما إذ نادته أمه يا جريج، وكان يصلي، فقال يا ربي، أي ربي، أصلاتي أم أمي؟ يعني ما الذي أجيب؟ فواصل في الصلاة مرة الأولى والثانية والثالثة، فغضبت أمه إذ لم يجب نداءها، فدعت الله تبارك وتعالى ألا يموت حتى يفتنه بالمومسات، أي الزانيات. ووقع الأمر أنه فتن بالزانيات، يعني دعته زانية فرفضها، فذهبت وزنت عياذا بالله وحملت، ولما وضعت قيل لها من هذا، من أين هذا؟ قالت من جريج، واتهمته، فجاءوا إليه وهدموا صومعته وقالوا أنت يعني تتظاهر بالتعبد وكذا وتفعل هذه الأفعال. فقال وما الذي وقع؟ قالوا فعلت كذا وكذا وكذا. قال أين الولد؟ قالوا هذا. فصلى ركعتين ودعا الله تعالى، ثم حمل هذا الصبي الصغير، قال من أبوك؟ فقال الراعي. وهذا من المولود الأولاد الصغار الذين تكلموا في المهد، هذا أحدهم، وفي الحديث أنهم أربعة وقيل خمسة. فقال الراعي، فقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا، أعيدها كما كانت. ففيه أنه يعني لم يستجب إلى أمه. فإذا نودي وهو في الصلاة الإنسان نداه أبوه أو أمه، فهنا تلبية نداء الوالد والوالدة حق واجب، وصلاته تطوع. لكن الإنسان بحكم العرف والواقع الذي يعيشه يعلم يعني استعجال استجابته لوالده أو والدته من عدمه، لأنه يعني قد يكون أمر يسير، وقد يمكن أن يكون في البيت يعرف إذا كان يصلي يعني يتمهل عليه فيفعل حركة، إما يرفع صوته بالتكبير أو بآية أو بكلمة فيتنبه الوالد أو الوالدة أنه يصلي فيصبر عليه، أو يشير إشارة أو يضرب على فخذه إشارة إلى أنه يصلي، فإن لم يمكن أو كان الأمر بعيدا فهنا يسعى لتلبية أمر الوالد. وهل يلحق بهذا غير الوالدين
مثل من له عليك حق في العمل. إنسان في عمل وجد وقتا فقال أصلي، وجد وقتا فقال أصلي، وهذا الذي ينبغي على المسلم حتى باب التنبيه، متى ما وجدت وقتا صلي، متى ما وجدت وقتا صلي، وفرغ وقتك للصلاة وللذكر. ولهذا جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وقت الصلاة، يسأله عن وقت الصلاة، فقال لطلعت الشمس وأضحت فصلي ما بدا لك، حتى إذا صارت الشمس في كبد السماء فأقصر عن الصلاة، توقف، فإذا زالت فصلي ما بدا لك حتى العصر، ثم أقصر يعني الصلاة حتى تغرب الشمس، ثم إذا غربت صلي ما بدا لك. فهذا فيه أن الوقت أكثره للصلاة، أكثره للصلاة يعني صلاة الفضل النافلة يعني. وقد جاء في الحديث حسن بعض العلماء الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع يعني، فأكثروا منها. نعم. فإذا كان في عمل أو في شركة أو مؤسسة وصار ما عنده شغل، قال أصلي، قام يصلي، فرن الجرس لدعوته للعمل، أو نادى صاحب العمل أو الزميل في العمل، والوقت وقت عمل، فهل يلزم يقطع إلحاقا بأنه له عليه حق، أو أن يكون مثلا في مستشفى، ممرض في مستشفى أو طبيب أو كذا، وجد يعني فراغه قال أصلي، فإذا بالاستعجال يأتي مثلا، فهل يلزمه أن يقطع؟ إذا كان في النافلة يقطع، إذا كان في النافلة يقطع، لأنه في حق واجب، فيه حق واجب. فإذا قطع هل يقضي هذا النفل الذي تخلى فيه ولا لا يقضي؟ يستحب أن يقضي، يستحب أن يقضي ذلك. وعند مالك ما دام قطع لعذر لا يقضي، وعند أبي حنيفة يلزمه أن يقضي مطلقا، والأظهر هنا أنه يستحب له أن يقضيه إذا أتم عمله. نعم. طيب، ففيه مناداة المصلي في الصلاة، لكن لا يجب أن لا يجاب إلا بالإشارة. وأما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقلنا هو خاص به، وما يتعلق به من الأحكام ذكرناها. ويجيب بعد أن يفرغ من صلاته. وجاء في الحديث عن زيد بن ثابت قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله قد أحدث من أمري ألا تكلموا في الصلاة، حديث رواه البخاري ومسلم. يعني بعض الصحابة غاب عن المدينة ثم رجع والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسلم عليه فلم يرد، فكأنه وجد في نفسه شيء، فلما أتم الصلاة عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة. يعني في أول الأمر كانوا يتكلمون، قد يأتي يسلم عليه ويرد، ثم نهوا عن الكلام. وفسرت الآية وقوموا لله قانتين أي إشارة إلى السكوت في الصلاة، السكوت في الصلاة. نعم. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بيدي، وهذا فيه يعني وضع الرجل يده على يد صديقه عندما يكلمه وعندما يحدثه، وخاصة إذا كان هذا الفعل من الكبير مع الصغير، ففيه تأنيس وتأكيد الود بين الكبير والصغير، بين الشيخ والطالب، بين الصاحب وصاحبه، فيه ود وفيه تأنيس، فيأخذ بيده ويماشيه ويكلمه، هذا فيه زيادة محبة. ومما لاحظناه من أهل العلم كثيرا ما يفعلون هذا، تجد من أهل العلم أو من العلماء والمشايخ إذا ما جئته لتسأله أخذ بيدك وماشاك، وأنت تسأل وهو آخذ بيدك، حتى تجد راحة وأنسا تزداد ودا. وهذا من الأفعال التربوية العظيمة مما ينبغي أن يحرص عليه. فأخذك بيد صاحبك أو بيد تلميذك أو بيد زميلك أو بيد الصغير أو بيد ابنك، هذا مما يدخل الأنس والود، وهذا شيء عظيم في التربية، خاصة في المدارس، خاصة في المدارس بين الأساتذة والمعلمين وبين طلابهم. وهذا من المناهج التربوية العظيمة التي قد يغفل عنها كثير من الناس.
نعم. فذكر له أنه يعلمه صورة لا يوجد مثلها، أي فيما جمعته من معاني الخير، أي فيما جمعته من معاني الخير. فلا يوجد في التوراة ما هو مثل الفاتحة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، بل ولا في القرآن. ولهذا قيل القرآن الكريم معانيه كلها جمعت في الفاتحة، ولهذا هي أم القرآن وأم الكتاب، معاني كلها جمعت في الفاتحة، في الفاتحة. ومعاني الفاتحة كلها مجموعة في آية، إياك نعبد وإياك نستعين، مجموعة في ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت، وهذا توحيد الألوهية، تعلق بتوحيد الألوهية. ولا نستعين في العبادة إلا بك، والاستعانة أيضا من العبودية، لكن فيها إظهار أفعال الربوبية لله عز وجل. فضمت هذه الآية هذين التوحيدين، توحيد العبادة وتوحيد الربوبية. فمعاني القرآن يقول أهل العلم مجموعة في فاتحة الكتاب، ومعاني الفاتحة مجموعة في إياك نعبد وإياك نستعين، وهما يعني وهي آية تضمنت معاني عظيمة. ولهذا ألف أحدهم كتابا منازل السائلين بين إياك نعبد وإياك نستعين، سماه منازل السائلين، هذا الهروي الأنصاري من العلماء، وشرح هذا الكتاب الإمام ابن القيم في كتاب أسماه مدارج السالكين، في شرح منازل السائلين في بين إياك نعبد وإياك نستعين. فذكر في هذا أن هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين تضمنت منازل كثيرة، منزلة العبادة، الإخلاص، الرجاء، الخوف، الرغبة، الرهبة، التوكل، الخشية، الإنابة، الاستغاثة، الاستعانة، التقوى، كثير من المنازل. كتاب في 3 مجلدات، وهو كتاب عظيم مما ينصح بمطالعته وقراءته، خاصة أن شارحه الإمام ابن القيم، وهو معروف بقوة ومتاعة ما يكتب رحمه الله تعالى. فتضمنت الفاتحة معاني الخير، فيها الثناء على الله عز وجل بما هو أهله وما يستحقه من الحمد على كل نعمة، فكل نعمة منه تبارك وتعالى لا من سواه، هو الخالق الرازق لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وهو المحمود على ذلك كله تبارك وتعالى. كما أن هذه السورة فيها التعظيم لله عز وجل، وأنه الرب المالك المعبود المستعان، وفيها أيضا تعليم دعاء عظيم، وهو الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم، ومجانبة طريق أهل الضلال والغواية. وقد قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وقد تضمنت هذه السورة الدعاء، فهي سورة جمعت الخير، وليس في الكتاب مثلها على هذه الوجوه. وقيل لا يوجد مثلها، أي لا يجزئ غيرها عنها، وهي تجزئ عن غيرها. نعم. قال فقرأت طيب قول أبي فجعلت أبطئ في المشي، هذا لحرصه على العلم، من حرصه على العلم. قال كيف تقرأ في الصلاة؟ قال قلت أقرأ الحمد لله رب العالمين. فاستدل بعض العلماء بهذا أنه إذا كبرت مباشرة الله أكبر الحمد لله رب العالمين، لا تقرأ دعاء الاستفتاح لسمة دعاء التوجيه أو التوجه، ولا تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، بدليل الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي ماذا تقرأ في الصلاة؟ قال أقول أقرأ الحمد لله رب العالمين، إذا لم يذكر تعوذ ولا بسملة ولا استفتاح. لكن بعض العلماء قالوا هذا المقصود به ما الذي يستفتح به، يعني القراءة من القرآن الكريم، فقال الحمد لله إشارة إلى الفاتحة. وإلا فجاءت أحاديث أخرى كثيرة وكثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير
القراءة كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول فيه؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الحديث. ففيه أحاديث كثيرة تدل على إثبات دعاء الاستفتاح، بل وكذلك التعوذ والبسملة كما قال بعض أهل العلم. ولذلك فيحمل الحديث على أول ما يقرأه من سورة الفاتحة أو من القرآن الكريم. نعم. ويدل أيضا على أنه إذا فاته الاستفتاح والتعوذ فلا بأس بذلك، إذا فاته الاستفتاح والتعوذ فلا بأس بذلك. ولهذا من الفقه الذي ينبغي أن ينتبه إليه، إذا جئت متأخر والإمام يصلي في الركعة وتخشى أن تفوتك الفاتحة، فينبغي أن تبادر إلى الفاتحة، لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ومن العلماء من يقول إذا كنت تصلي خلف الإمام في الصلاة التي لا يجهر فيها، يعني كالظهر والعصر والأخيرتين من الأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاء، فهنا تقرأ في نفسك، الإمام يقرأ في نفسه. فمن العلماء من يقول إذا لم تقرأ الفاتحة خلف الإمام فالركعة هذه لا تصح للحديث، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولهذا يقول العلماء إذا جئت متأخرا وخشيت أن تفوتك الفاتحة، إذا انشغلت بالاستفتاح والتعوذ والبسملة فبادر إلى الفاتحة مباشرة، بادر إلى الفاتحة حتى لا تفوتك. وإن كان الحقيقة الإمام يتحمل عنك حيث يجهر، وكذلك إذا أسر ولم تفرط، لكن الأولى أن يحرص على إتمام سورة الفاتحة، ينبغي أن يحرص على ذلك. نعم. طيب، حتى أتيت على آخرها فقال عليه الصلاة والسلام هي هذه السورة وهي سبع المثاني التي أعطيها عليه الصلاة والسلام في قوله تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. واختلف في التفسير السبع المثاني، فقيل هي السبع الطوال وقيل غير ذلك، والأظهر أنها أم القرآن، أم القرآن هي الفاتحة كما جاء ذلك في حديث صريح. والقرآن العظيم الذي أعطيت. وهذا الحديث جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد ابن المعلى الأنصاري. والفاتحة سميت بأم القرآن لأن أم الشيء أصله، فأم القرآن هي أصله، لما جمعت من معاني القرآن الكريم، ما جمعت من معاني القرآن الكريم. ثم روى مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام، إلا وراء يعني قراءة الإمام له قراءة، قراءة الإمام له. أما إذا كان لحاله منفرد أو الإمام نفسه لا بد من قراءة سورة الفاتحة، لا بد من قراءة سورة الفاتحة. وهذا الحديث من طريق جابر جاء مرفوعا، لكن الصواب أنه موقوف، الصواب أنه موقوف. وهذا فيه الإشارة إلى حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، والذي ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، في كل ركعة، فإن لم يقرأ فالركعة التي لم يقرأ فيها لا تحتسب. وعند مالك بعض الروايات قيل يجب أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة وهو المشهور، وقيل تجب في الركعة الأولى وليست واجبة في باقي الركعات، وقيل تجب ولو مرة واحدة سواء في الأولى أو في غيرها، لكن المشهور أنه ماذا؟ لا بد أن يقرأها في كل ركعة. فمن لم يقرأ الفاتحة في كل ركعة فالركعة التي لم يقرأ فيها لا تحتسب. هذا بالنسبة للإمام وبالنسبة لمن يصلي وحده المنفرد. أما المأموم فإن كان في الصلاة الجهرية فإنه ينصت، وقراءة الإمام له قراءة، وسيأتي المسألة إن شاء الله تعالى. وأما في القراءة السرية فالصحيح أنه يجب عليه أن يقرأ، وإن لم يقرأ مفرطا فلا شك ولا ريب أنه خالف ويتحمل الإمام عنه ذلك، لكن قد خالف في تكاسله وتفريطه في عدم قراءتها. نعم.
وسيأتي تفصيل المسألة هذه إن شاء الله في أبواب لاحقة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.